نظمت كلية الآداب برنامج يوم التهيئة للطلاب المستجدين برعاية سعادة الأستاذ الدكتور ظافر بن عبد الله الشهري عميد الكلية، والذي استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للطلاب الجدد، أوضح من خلالها الهدف من تنظيم هذا اليوم لإشعار الطالب المستجد بأنه أصبح جزءاً من أسرة الجامعة، حتى يستطيع أن يبدأ هذه المرحلة من حياته بكل تفاؤل وطموح. على كل طالب أن يعرف ما مفهوم الإرشاد الأكاديمي. مفهوم الإرشاد الأكاديمي أن تتصل بالمرشد لتعرف خطة الدراسة، لتعرف المتاح لك في التسجيل، لتعرف الشروط والواجبات التي يجب أن تحصل عليها، الحقوق التي يجب أن تحصل عليها، والواجبات التي يجب أن تقوم بها. فيجب أن تعرفوا هذه الأشياء. نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي أن معدل الطالب خلال الأربع السنوات يبنى على هذا الفصل بالنسبة للطلاب المستجدين الجدد. وهدف هذا اللقاء إلى تقديم النصح والإرشاد للطلبة الجدد لما لهم من منفعة ستعود عليهم في عامهم الدراسي الأول، من خلال توضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات والتزامات. كلية الآداب كما تفضل سعادة العميد هي أكبر كلية في الجامعة، تضم قرابة 11,356 طالب وطالبة. عندنا في الحقيقة 5 أقسام علمية، وترتيبها جاء على حسب نشأة كل قسم. وتعد كلية الآداب من أبرز كليات الجامعة فيما تتيحه للطلاب من وسائل تدفعهم إلى التفوق العلمي وكافة الأنشطة الأدبية والثقافية والاجتماعية التي تربط الدراسة بالكلية بمحيط الطالب الاجتماعي خارج أسوار الجامعة. وفي ختام البرنامج تم استعراض فيلم وثائقي عن الكلية وإدارتها وأقسامها، وورشة عمل عن استخدام البلاك بورد. كما أتيحت الفرصة للطلاب لطرح أسئلتهم واستفساراتهم التي تولى الإجابة عليها سعادة عميد الكلية.